وانتقل الى الدوري اللبناني. فبقيت بلعب اتنين دوري في سنه واحده، سنه واحده هنا وهنا. مع الكويت مع التضامن، وهنا مع نادي النجمه اللبناني النجمه. فاتفاجئت في مره كده عادل هيكل طلبني وقال لي انا عايزك في موضوع مهم وكده، فقلت له رحت قعدت معاه، فقال لي الكابتن صالح كلمني وسامع عنك كويس وعايز يعرف رغبتك اذا كنت عندك رغبه تروح النادي الاهلي ولا لا. فبين وبينك الخبر كان مفاجئ بالنسبه لي. انا من صغري اهلاوي بحب الاهلي. فقلت له طيب اديني فرصه افكر. قال لي يعني تفكر يعني انت يعني مش عارف متردد. ولا لا؟ قلت له لا، هي مش تردد، هي حكايه ان انا محترف وعندي مسؤوليات والوضع في مصر غير الوضع هنا. طيب عايز اعرف بس لو رحت النادي الاهلي يعني هيبقى وضع ازاي؟ قال لي طيب الكابتن صالح عايز يجي تقعدوا تناقشوا مع بعض. فقلت له اهلا وسهلا. فجاء كابتن صالح في لبنان والتقينا وقعدنا نتناقش. هو شافني يعني مش مدي قرار صريح، يعني عايز وفي نفس الوقت يعني الآن. فيه. قال لي انت ايه اللي شاغل بالك؟ انت مش اهلاوي؟ قلت له بالعكس انا اهلاوي. قال له امال في ايه اللي قالك؟ قلت له انا قلقان من نقطه واحده، انه في نجوم كتير قبلي راحوا النادي الاهلي ما نجحوش. واختفوا، فانا عايز اعرف اختفوا ليه. انا خايف ان اضيع فرصه احترافي بره واجي افشل في النادي الاهلي. ايوه. قال لي اللي اختفى لانه ما قدرش يتعايش مع اسم النادي الاهلي والاضواء بتاعه النادي الاهلي. فتاه. فتاه. عارف كلمه تاه؟ يعني لما واحد يجي يعني لا مؤاخذه من القريه وبعدين يروح البندر او يروح المدينه وتحت الاضواء وكده فينبهر، ففي اللي عنده يعني عنده شخصيته وعنده طموحاته وعنده احلامه بيقدر ان هو يصمد ويتعامل. اللي غشيم بيضيع. فقال لي بص يا محسن، اذا كنت انت شاكك انك انت ما تنجحش احنا مش عايزينك. كابتن صلاح سليم. الله يرحمه. الكلمه دي عارف هزتني جامد. كانت يعني اهانه. حسيت ان انا اتهنت، انه شكك فيا. ايوه. قلت له انا جاي. قال لي هتقدر تواجه المشاكل دي كلها او الـ او الـ او الاضواء او تتخطى ما فشل فيه الاخرين. قلت له انا جاي وهنجح يا كابتن صالح. واتفقنا وقت كان، وانتقلت بعدها للنادي الاهلي. في اول سنه في انتقالي هناك حصلت حرب 73، توقف الدوري. قبل ما نكمل بقيه الكلام ده يا كابتن، انا دايما يعني بيهمني، بس عايز اقفل الحته دي. فضل. لما حصلت الحرب فالدوري توقف. تمام. فنادي التضامن بعتوا لي تاني. قالوا لي طيب انت دلوقتي الدوري إيه؟ عندكم واقف، طب ما تيجي تلعب عندنا تاني تكمل لغايه ما يرجع الدوري وبعدين ترجع تاني. فرحت للكابتن صالح قلت له يا كابتن صالح في الوضع كذا كذا، فايه رايك؟ قال لي والله ده كويس بالنسبه لك، يعني انت كده كده هنا، يعني احنا بنتمرن بس ومش عارفين الوضع هيوصل لفين، لكن تديني كلمه انه اول ما الدوري هيبدا عندنا على طول تجيب شنطتك وتيجي. قلت له اتفقنا يا كابتن صالح، وكان اتفاق جنتلمان فعلا. رحت هناك كملت السنه، اخذنا الدوري مع نادي التضامن ورجعت. كان الدوري بدا يعني ملامحه تظهر والنظام يستتب، وبدا الدوري في مصر واستمريت مع النادي الاهلي. طيب قبل برضه